فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة